قبل ما نبداو كالعادة نصلو كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساوش خياتي ديروا ابوني في قناتي الجديده هذه، نسمي روحي نازها، واكيد هذا راهو اسم مستعار. انا في الثلاثينيات من عمري، معروفه في مواقع التواصل الاجتماعي، عندي زوج اولاد، واليوم عرفت بلي راني حامل. ادعوا لي ربي يسهل لي. راح نحكي لكم ونبارطاجي معاكم قصتي في قناة حكاية فلا، لا راح نختصر فيها ونحكي لك أهم الأحداث اللي وقعوا باش الناس يدوا الحبرة منها. أنا كنت متزوجة وعندي زوج ذكورة، الحمد لله زواجي كان تقليدي، وحتى عائلتي كانت من عائلة ما شاء الله عليها، عندها سمعة طيبة ومعروفين في كامل حومتنا والحمد لله. راجلي نهار جا سقس عليا عرف احوالي عن طريق الجيران برك، وجا خطبني ودرنا عرسنا باختصار. سكنت مع اهل زوجي، هما كانوا ناس شويه يعني متشددين في بعض التفاصيل، مثلا كي ولدي ولا كبير ويعرف صلاحه وقاعد يقرا في الابتدائي، راجلي قال لي نورمال ديه يقرا، بصح هما قالوا لي لا لا، وعجوزتي وقفت لي كالصنم، قالت لي لو كنت تخرجي من هذه الدار وحدك ما راكيش رايحه تولي منها، ولازم عليا نطلقك من عند وليدي، بسك حنا ما عندناش نسا يخرجوا. على هذا قلت لكم مصيرين بزاف، سفريت معاهم وما رانيش رايحه نحكي على لا سوفرونس نتاعي. الحمد لله راجلي ناب عليه ربي، كنا عايشين في المتوسط، لكن بدات حالتنا الماديه تتحسن. هنا قررت انا وياه باش نخرجوا من هذه الدار، رحنا كرينا في مكان اخر بعيد على عجوزتي على شيخي على كامل الوساتي وحتى على دارنا. استقريت وحدي، وتما راجلي ولا رائع معايا، ما كاش حاجه نقول عليها وهو يقول لي لا لا. المهم هو سرحني ولا يخليني نخرج عادي، لدرجه انه القضيان نتاع الدار وليت انا اللي نروح نجيبه من المارشي اللي كان قدامنا. وتانيك ولا علمني سوق الطوموبيل، يا ودي وليت عايشه سلطانه زماني، راني نقول لكم لا ليبرتي توتال. واحد المره وليدي كان مرض حكمته السعله وما قدرش يتنفس، مهم عيطت لراجلي قال لي راني بعيد في ولايه واحده اخرى ما نجي نلحق ليك، بالك وليدي يكون مات بعيد الشر، الوغ نوضي اكري كاش كلونديستان ولا تاكسي يديك للديسبونسير اللي قريب وجوزي له ان شاء الله ما يكون غير الخير. كيما قلت لكم راجلي ولا اوفير بزاف. ما خرجت وكانت تقريبا 9 تاع الليل، رحت طبطبت على جارتي، هو راجلها كان مره على مره يخدم كلونديستان مع الناس. مهم قالت لي ما كاش مشكل نجي حتى انا معاك، هي كانوا عندها ولادها كاع كبار خلاتهم في الدار ووصاتهم وجات معايا. فوتنا له والحمد لله يا ربي، بدا يريح بلاقل بلاقل، لكن مع مرور الايام صابوا باللي عنده مرض الضيقه، ربي يشفيه ويشفي كامل الاولاد. من هذاك النهار هذه جارتنا ولات صاحبتي، يعني نخرج معاها ندخل معاها كش حاجه تخصني نقصدها وحتى هي تقصدني. مره كنت راح ندير كغاتا، من بعد خصتني شويه فارينه، هي بعثت وليدي قلت له روح لهاد الجهره تجيب لي ورواح، هو راح لعندها. من بعد عاودت رجعت لي وقالت لي بلي والله ما نسعها الفارينه، مي بصح روحي الى حد ديري بيشاميل ديري تاع المايزينا راهي خرجت جديده بنينه تهبل. قلت لها ما نعرفهاش. من بعد تعاود بعثت لي مع وليدي وقالت لي دوك شويه نجي لك ونديرها لك. جازو تقريبا ربع ساعه جات لعندي ولات توري لي في لاغوسيت هذيك، وصح جات بنينه تهبل. هنا ما رانيش نحكي لكم بزاف تفاصيل على جارتي، بصح حبيت نوضح لكم بلي ولات صديقتي المقربه، واي حاجه تصرى بيا وحتى اسراري الزوجيه نحكيها لها عادي وكأن اختي، ومام هي تحكي لي كاع اسرارها وتاع ناس دارها بحكم كانوا يسكنوا قريب ليها، ودائما عجوزتها تقولها روحي خدمي لي الشغل تجي تفرق قلبها عندي، لانه حاسه بلي انا كاتمه اسرارها. واحد المره قرب علينا ودخل شهر رمضان المبارك، هنا تفهمنا انا وياها باش نروحو نشرو بعض التفاصيل، هاكم على بالكم النساء ديما يخرجوا يقضوا قبل رمضان. راجلي كان خلالي نصيب لي كتب ربي، رحنا انا وياها في اليوم الاول، وفي اليوم الثاني كيف كيف. من بعدها فاتوا يومين من رمضان، كيما على بالكم نقعدوا في الدار وما نولوش نخرجوا بزاف نلتهوا بالماكله. في اليوم الخامس بالذات اللي صرات فيه الكارثه،
خرجت مع جارتي هذه، لكن قالت لي انا نولي بكري وانا ما كنتش حابه نرجع بكري، الا غالب كان ضيق خاطري، وفي هذاك النهار بالذات كنت طيبت شوربه وعندي تانيك ماكله من البارح، وانا راجلي من نوع هذاك اللي ما يتشرطش في الماكله، واش نحط له ياكل عادي عكس راجلها هي اللي كان صعيب بزاف. مهم راحت جويه 12 ونص، انا قعدت تماك ندور ونشوف في الجديد اللي كانوا حطوه من الاواني وصوالح اخرين، وكان معايا وليدي. المهم هو عيا بزاف وكانت سخانه قويه، قال لي ماما يلا نروحوا للدار. قلت له خلاص يا وقيله بزاف عليك. حكمت واحد الطاكسي وطلعت فيها، وكانت هذيك الطاكسي شابه بزاف وفيها الداخل كليماتيزور. فرحت. من بعد قعدت انا وليدي نهضر، قلت له خلاص ريحت شويه. قال لي صاي ماما غير ضربتني النسمه البارده الحمد لله. شويه هكذاك ينطق هذاك السيد اللي كان راح يوصلني، قال لي وين تروحي مدام؟ قلت له تيلي ملي. قال لي ما كاش مشكل. من بعد زاد ولا يسقسي فيا بهذاك الاسم تاعي اللي كنت مشهوره به، باسكو هو عرفني. قال لي واش قلتي؟ لو كانت تشاركي معانا في كاميرا كاشي، بصح وشنو وما تبينيش بلي راكي عارفه، لعبي هاك شغلك مصدومه باش تدي معانا، نصيب لك تبربي وحنا تاني كهادي راح نحطوها في رمضان ان شاء الله. قلت له بصح كيفاش ماني فاهمه والو. قال لي ما تقلقيش درك شويه نقاري، يهبط راجل ويقعد يبروفوكيني بالهضره ويبروفوكيك. انا وافقت في الحين بدون تردد، وجامي درت في بالي باللي هذا الشيء راح يدير لي اكبر مشكل في حياتي الزوجيه وراح يقلب حياتي راسا على عقب. كنت غافلة وما كنتش عارفة تانيك باللي هاد الناس رام يستغلوا فيا وفي اسمي وفي شهرتي. شوية هكذا كان طلع واحد الراجل يخلع في المنظر نتاعو، يبان هادوك تاع دعاوي الشر، قعد يتكلم معايا بصفة ماشي مليحة، وانا قعدت نمثل باللي تقلق توقع. وليدي مسكين قعد مصدوم وغير يشوف، وقعد يغوص فيا تاني كيقول لي يلا ماما نهبطو يلا، وانا نقول له مازال ما لحقناش، وهو يقول لي ها يا ماما يلا نهبطو. زدت تقلقت كثر وكثر، قلت له صاي صاي كوبي ما نكملش. بدا قال لي كيفاش بديتيها وما تكمليش؟ من بعد ورالي مليون ونص، وقال لي شوفي مدام هادو كامل راح تديهم معاك كادو من عندنا. لا غالب وزاد الشيطان زين لي هاد الحاجه، كملت معاهم وفي الاخير عطاوني مليون ونص. اهبط زدت قضيتهم وشريتهم بزاف عفايس ورحت للدار. العشيه هذيك ما صرا والو، غدوه من داك كيف كيف، وكانوا قالوا لي القناه اللي راهي رايحه تبث فيها هذه الكاميرا كاشي. قعدت نستنى فيها بفارغ الصبر حتى جا هذاك النهار اللي كانت دالتي، وهنا كانت اكبر كارثه. بسك ناس داري شافوا الكاميرا كاشي وجاو من غدوه داك مع الصباح لداري، وحكموا راجلي وقالوا له شنو هاد المهزله، مرتك واش راهي تعمل، كيفاش راك سامح لها دير هاد الشيء؟ هو ما فهم والو بسك ما شافهاش، شفتها غير وحدي برك، وما موليدي ما هضر والو، كنت وصيته وفهمته وشريت له حلوه وملابس العيد الافونس باش ما يخبر باباه بحتى حاجه. قلت نورمال هاي رايحه تفوت وعادي، اصلا هي ما كانتش طويله، يا ربي مده 10 دقائق وتخلص. وكانوا داروا لها مونتاج كوباو هذيك القصره نتاعي اللي كانت في البدايه وفي الوسط. كم ناس داري جاو داروا اللي ما يندارش لراجلي، هو تشوكا فيا، حد يشوف فيا ويقول لي واش درتي هذا، فهميني الحكايه ماني فاهم والو. وانا نقول له واش بيك يا راجل، كاين والو برك حصه وجازت في التلفزيون. قال لي ماشي حصه راهم يقولوا كاميرا كاشي. قلت له ايه كاميرا كاشي وانا كنت عارفه، عطاو لي مليون وفت هذا ما كان. قال لي وفتي بوجهك ما تقولي ليش بنتي. قلت له ايه بنت واش راك حاب. قال لي مالا واش دير روحك. هو شويه هكاك حكم البورطابل نتاعو، دخل اليوتيوب وقعد يشوف ويتصفح في الكاميرا كاشي اللي كنت ظهرت فيها انا، وكانت اكبر كارثه. عجوزتي ولات تقولو طلقها طلقها هذه ما راهيش مراه. المهم كلام من هذا القبيل كيما قلت لكم هما كانوا مزيرين كراف، وانا راجلي من نوع هذاك اللي يتاثر بوالديه، وصح كان عاطيني لا ليبرتي ونخرج وندخل الوقت اللي حبيت، لكن ماليه ما كانوش على بالهم، يعني كل شيء ما بيني وبينه، يعني انا كنت كسرت الحرم ودرت اشياء ماشي ملاح، وهو كان زعف مني. وفي هذيك اللحظه ما عرفتش كيفاش ولاو يجوني الكفوف والدبازي من عنده، وقعد يطلع
طبع فيا للغرفة نتاعنا، غلق الباب. مهم شيخ يطبطب ويقول له افتح خلينا من الخسارة، اهدر معاها وكل حاجة عندها حل. وهو يقول له اخرج من الدار بابا، روح خليني نفريها انا ومرتي. مهم ما خلاش فيا، وليت كومبلي زرقاء. وليدي من هي يعيط ويقول له بابا ما كاين والو، بابا ما صوروهاش، ما فهم والو مسكين، قاعد يدافع عليا. ولكن راجلي ما حبش يفهم. بعد ما كمل الضرب نتاعو والسب والشتم، ثم كان قال لي يلا روحي لدار والديك، ما عندي ما ندير بمراكي منتية. ايه يا ناس، بالك هذه راهي مجرد غلطة صغيرة، بصح خلصتها غالية غالية. قعدت اكثر من 20 يوم في دارنا وهو ما على بالوش كامل بيا. نعيط له عييت نحلل فيه ونطلب منه السماح، لكن والو. حتى ليلة العيد راجلي كان عيط لبابا وقال له بلي بنتك على بالك واش دارت، قال له ما على باليش وما حكات ليش. بصح مهما يكون المشكل ما شكيتش يعطيك قلبك تخلي ولادك يعيدوا بعاد عليك، اون بليس ما راهم شاريين حوايج. قال له خلاص الا كش ما راك معول الدير ولا روح لدار شرع، مي باش تخلي بنتي معلقة كيما هكا ما نقبلها لهاش. هو كان راح يكشف كلش. من بعد انا كنت تدخلت بس كنت واقفة قدام بابا وقلت له لازم نحطو النقاط على الحروف. ايه كنت غلطة، مي بصح لازم نشوف حل العمري، ما نبقاش كيما هكذا. هو جا للدار ليلة العيد كيما قلت لكم وزاد تفاهم مع بابا، الحمد لله اللي ما هدرلوش كلش. احنا اصلا دارنا من نوع دوك اللي ما يتفرجوش التلفزيون بزاف، ولكن صدقوني ناس داري ما عرفتش كيفاش فاقولي وجاو كبروا الحكايه اكثر واكثر. ايه انا غلطت، بصح ماشي لهذيك الدرجه نتاع يحبوا يخربوا داري. والحاجه اللي قلقتني عجوزتي اللي قاعده تقول له طلقها طلقها، هذه ماهيش مرا. مهم وليت لداري والحمد لله، مي بصح راجلي من هذاك النهار ولا ما يخليني ندخل ما يخليني نخرج. ما مجارتي هذيك اللي كانت قريبه ليا وصاحبتي سايق اللي تقطعي الصله نتاعك مع كامل نسا، هما اللي يحلوا لك العين اكثر واكثر. وصح هذه جارتي تحب تخرج بزاف وديما تديني معاها. اي حلف عليا وقال لي لو كان زيدي تحطي خطوه برا الدار بدون اذني بلا ما نسمح لك ولا وحدك راكي مطلقه بالثلاث. يعني حلف عليا خلاص، وانا الحمد لله استعرفت وهذه كانت غلطه ودرتها في حياتي وما رانيش حابه نعاود نلحق للمحال معاه. ودركا كيما يقولوا اللي قرصوا الحنش يخاف من الحبيله، وانا الى يومنا هذا مانيش مستعده نخسر بابات ولادي على جل اشياء تافهه. راني قاعده في الدار، جاب لي راني كليت، ما جابليش راني قاعده، وجامي ويلا بخلني باي حاجه يديني نحوس نخرج معاه. ولكن انا غلطتي هذه حبيت نحكيها لكم كاع باش تتوعاو وتدو منها العبرة، لأنه القنوات التلفزيونية وخاصة في شهر رمضان المبارك ما يهمهم حتى واحد، وخاصة كي تكون إنسانة ولا إنسان عنده شخصية ومعروف في السوشيال ميديا ولا غير صدقوني غير يحبوا يستغلوه بأي طريقة باش يديروا البوز. هذا ما كان، وأنا يا كنت عينة من كامل العينات بلك اللي فاتوا وندموا لأنهم جازوا في التلفزيون. وهذه هي كل الحكاية يا اختي العزيزة فلا، نتمنى تبارطاجيها للمتابعين توعك وقولي لهم ربي سهل لي بسك اليوم، راني عرفت بلي راني حامل، دعولي تكون عندي بنوتة.